مرت حوالي 10 أشهر من وجودي في الوزارة. كل اللي مخطط له كله تحقق الحمد لله. بالعمل الحكومي المرحلة الأصعب هي عمل مرحلة التخطيط الفعلي للمشاريع، مو التخطيط النظري، التخطيط على أرض الواقع. طيب. والخروج بأفكار ومشاريع جديدة، ومن ثم الحصول على الموافقات ما يتعلق بإدراج هاي المشاريع والحصول على المبالغ اللازمة. وكل اللي خططنا إلى مشى بشكل سليم عدا التخصيص المالي. الموازنة لم تطلق للوزارة إلى حد قبل يومين أو ثلاثة، يلا أطلقت الموازنات، ومع ذلك مشاريعنا تمضي كما مخطط لها بشكل جيد.